هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى تفسير الآية 36 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: ألا أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال: وأحسبه، قال: وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت، ألا ليبلغ الشاهد الغائب منكم، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه. ثم قال: ورواه البخاري في التفسير ومسلم وغيره. هذا الحديث في الصحيحين أيضا بالإضافة إلى رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأنا أذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. هذا الموضوع سيأتي توضيحه أكثر في موضوع النسيج في الآية القادمة. يعني كان المشركون يتلاعبون بالشهور، يبدلون الشهر الحرام بشهر الحلال إذا أرادوا أن يستحلوا القتال في الشهر الحرام. كما سيأتي توضيحه، كان يأتي رجل من كنانة يأتي في موسم الحج على حمار وينادي في الناس ويقول لهم: يعني هذه السنة فيها المحرم والمحرم، المحرم يكون شهرين، والسنة اللي بعدها يجعل صفر صفرين، أو يجعل المحرم صفرا في هذه السنة وفي السنة اللي وراها يجعل صفرا يجعله المحرم، فينادي في الناس في موسم الحج والحجاج يكونون من كل القبائل ومن كل البلاد، فيتفقون على هذا الأمر في موسم الحج أن هذه السنة المحرم سيكون صفر أو من صفر سيكون محرم. وورد يعني عدة روايات في كيفية النسيء، يعني الطريقة التي كانوا يتبعونها في النسيء، فكانوا يعني في بعض الروايات أنهم كانوا في سنة يحرمون ثلاثة أشهر
يعني الأشهر الحرم، بعدين يقضونها في السنة اللي وراها، يحرمون خمسة أشهر فتكون خمسة أشهر حرم، ويكررون نفس الشهر مرتين، يعني في سنة مثلا يكون فيها محرم وصفران، وبعدين فبالتالي يعني تتحول الشهور، فالشهر اللي هو كان المفروض أنه ذو الحجة يصبح اسمه ذو القعدة، يعني لأن بعد المحرم يجي صفر ثم صفر آخر، فصفر الثاني هذا هو حقيقته أنه هو ربيع الأول بس هم مسمينه صفر، وهكذا فتتحول الشهور. فكانوا ربما حجوا في شهر ذي القعدة، ربما يعني وافق بسبب تغيير تسمية الشهور أو كذا، سيأتي طريقة النسيئة، يعني كان لها عدة فيها عدة روايات في الطريقة التي كانوا يتبعونها في هذا النسيء. النسيء اللي هو من التأجيل والتأخير، يعني فكانوا يتلاعبون بالأشهر. ففي السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، كان رجع الأمر كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، رجع الأمر على ما كان عليه يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني شهر ذي الحجة في السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام كان هو موافقا لشهر ذي الحجة، يعني يوم خلق الله السماوات والأرض في ترتيب الأشهر، يعني كان في هذه السنة بالذات موافقا للوضع الصحيح، ثم استمر يعني إلى يومنا هذا، يعني بطلت عادة النسيء وقضى عليها الإسلام، وأصبح عندما يقال شهر ذي الحجة هو شهر ذي الحجة كما كان منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض، ليس فيه يعني تغيير ولا تبديل. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، شهور السنة الهجرية 12 شهرا، والسنة الهجرية سنة قمرية بحساب القمر، دورة القمر منذ أن يولد الهلال ثم يظل يزداد ويزداد حتى يصبح بدرا ثم يتناقص حتى يأتي المحاق اللي هو غياب الهلال أو استتاره في آخر ليلة أو ليلتين في الشهر، ثم يولد الهلال للشهر الجديد وهكذا. فالسنة الهجرية سنة قمرية بحساب دورة القمر، كلما دار القمر دورته في 29 يوما أو 30 يوما يكتمل شهر من الشهور الهجرية. 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. وشهر رجب النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم أن رجب الذي هو شهر حرام هو رجب مضر، وكانت مضر يعني قبيلة من قبائل العرب، فكانوا لهم مزيد تعظيم لهذا الشهر وتحريم له وحفاظ عليه، فقال رجب الذي حرمه الله تعالى هو رجب مضر، وهو الشهر الذي بين جمادة وشعبان. ثم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا، ثم أي شهر هذا، ثم أي بلد هذا. في كل مرة كان الصحابة رضي الله عنهم يجيبون على السؤال الله ورسوله أعلم. طيب هنا عندما يسأل أحدنا سؤالا هل يقول الله أعلم أو يقول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم يعني نعم، هنا في تفصيل، يعني نجد الصحابة كانوا إذا سئلوا عن شيء يقول الله ورسوله أعلم. فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تكلم العلماء في هذه المسألة، هل يقال الله ورسوله أعلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أو يقال الله أعلم؟ فقالوا على حسب نوع السؤال، إذا كان السؤال في أمر من الأمور التي كان يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام مما علمه الله إياه، أمر من أمور الدين، تفسير، يعني الإنسان سئل عن تفسير آية من كتاب الله أو عن حكم من أحكام الشريعة، يعني عن شيء مما كان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس به وقد علمه الله إياه، فهنا لا حرج أن يقول الله ورسوله أعلم حتى لو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سئلت يعني ما تفسير قول الله تعالى مثلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، حتى لو في وقتنا هذا تقول الله ورسوله أعلم، النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بتفسير هذه الآية الكريمة
عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أعلم، ثم رسوله عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بتأويل هذه الآية وتفسيرها. لكن إذا كان شيء من أمور الغيب التي يعني أخفاه الله تعالى واستأثر بعلمها وحده سبحانه وتعالى، سؤالك مثلا متى ستموت، مثلا متى سيحصل لك غدا، فهنا تقول الله أعلم فقط، يعني لأن هذا الشيء النبي عليه الصلاة والسلام كان قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فمثل هذه الأمور يعني التي استأثر الله تعالى بها، فإذا سئل عنها المسلم يقول الله أعلم. في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا الإنسان يسأل عن شيء من هذه الأمور، متى ينزل المطر، متى تقوم الساعة، ماذا تكسب غدا، بأي أرض تموت، هذه الأسئلة تقول الله أعلم سبحانه وتعالى وحده. ثم قال، أورد رواية أخرى، يعني عدة روايات في الحقيقة، يعني رواها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، كلها نفس المعنى والمضمون. ثم قال في آخرها: وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث إن المراد بقوله قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض إنه اتفق أن حج رسول الله أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة في ذي الحج، وأن العرب قد كانت نسأة النسير يحجون في كثير من السنين بل أكثرها في غير ذي الحج، وزعموا، فيقول هذا ذكره بعض المفسرين والمتكلمين أن هذا هو معنى أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أن حجة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في السنة العاشرة شهر ذي الحجة فيه كان يعني موافقا لشهر ذي الحجة فيما جعله الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق السماوات والأرض. وزعموا أن العرب يعني كانوا كما ذكرنا يحجون في كثير من السنين بل في أكثر السنين في غير ذي الحجة بسبب موضوع النسل، وزعموا أن حجة الصديق رضي الله عنه في سنة 9 كانت في ذي القعدة. قال: وفي هذا نظر كما سنبينه إذا تكلمنا على المسيح. يعني قال ذكر بعض العلماء أن حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في العام 9 ليحج بالناس، فمن ضمن الأقوال يعني لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في العام 9؟ جزاك الله، يعني مكة كانت فتحت في العام 8 والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في العام 10، فلماذا لم يحج في 9 عليه الصلاة والسلام؟ فمن ضمن الأقوال قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر رضي الله عنه ليحج بالناس ولم يحج عليه الصلاة والسلام في العام 9، لأن الحج في العام 9 كان يوافق شهر ذي القعدة وليس شهر ذي الحجة، لأنهم كانوا قد بدلوا الشهور، والشهر الذي حجوا فيه كان هو في حقيقة شهر ذي القعدة. فالإمام كثير رحمه الله يقول هذا الأمر فيه نظر وكذا، لأن هناك أقوال أخرى، يعني قيل في سبب تأخير النبي عليه الصلاة والسلام الحج، قيل أيضا إنه بسبب أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، وكان المشركون يحجون، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون حجته عليه الصلاة والسلام بالمسلمين التي يعلمهم فيها مناسك الحج ألا يكون فيها من يشوش على المسلمين عبادتهم. المشركون كان لهم تلبيات يشركون فيها بالله تعالى، ولهم تغيير غيروه في مناسك الحج، بعض المشركين في يوم عرفة لا يقفون بعرفة ويقفون بالمزدلفة بدلا من عرفة، كل مزدلفة مشعر الحرام وعرفة في الحل، ونحن أهل الحرم لا يعني لا نخرج في الحج إلى الحل وكذا، كتلاقي يوم عرفة ناس وقفة في مزدلفة وناس وقفة بعرفة،
التلبية مختلفة ويؤخرون الانصراف من مزدلفة وكذا إلى غير ذلك من طقوسهم الشركية التي فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحج حجة خالصة ليس فيها مشركون، كلها مسلمون، حتى لا يتشوش على الناس أمر عبادتهم أو يفعل أحد من المشركين شيئاً يلتبس على المسلمين يحسبهم حج المسلمين أو كذا. وكذلك وجود العراة الذين كانوا يطوفون بالبيت، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج في عام ليس فيه لا مشرك ولا عريان، فبعث أبا بكر رضي الله عنه أن ينادي في الناس لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فهذا من ضمن الأسباب. كذلك الإمام الشافعي رحمه الله يرى يعني أن الحج على التراخي وليس على الفور، فبناء على ذلك يقول يعني لا مانع أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر الحج حتى لو ما في سبب يدعو إلى التأخير، يعني على أساس أن الحج لا يجب على الفور وإنه يجوز التأخير، لكن عند جمهور الفقهاء أن الحج واجب على الفور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخره لعذر، يعني رغم أن الحج كان يجب على الفور لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخره لهذا العذر عليه الصلاة والسلام. قال: وأغرب منه ما رواه الطبراني عن بعض السلف في جملة حديث، يعني هي هذه فقرة في حديث، يعني جزء من جملة حديث، يعني لم يذكر حديثا كاملا ولكن يعني ذكر موضعا منه، أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد وهو يوم النحر عام حجة الوداع. قال: والله أعلم. كان هذا اليوم في تلك السنة يعني كان موافقا لموعد حج اليهود ولموعد حج النصارى. الله تعالى. بعد ذلك يقول: حاشية فصل. الإمام الكثير رحمه الله يعني أنا استطرد، يعني خرج عن موضوع تفسير الآية الكريمة، ذكر بعض الفوائد المتعلقة بأسماء الشهور، بأسماء الشهور وأسماء الأيام وكذا، يعني من باب الفائدة ممكن نلخصها إن شاء الله. يقول: ذكر الشيخ عالم الدين السخاوي رحمه الله في جزء جمعه سماه المشهور في أسماء الأيام والشهور أن المحرم سمي بذلك لكونه شهراً محرماً، لكونه شهراً محرماً. وتحريم الشهر يأتي مرات بمعنى التعظيم ومرات يأتي بمعنى تحريم القتال فيه. قال: وعندي أنه سمي بذلك تأكيداً لتحريمه، لأن العرب كانت تتلعب به فتحله عاماً وتحرمه عاماً. قال: ويجمع على محرمات ومحارم ومحاليم، لعدة أشهر محرم، يعني شهر محرم من هذه السنة ومحرم من العام القادم، فتقول إيه مثلا ثلاثة محرمات أو محاليم أو محارم. قال فيقول يعني أن شهر المحرم سمي المحرم مع أن هناك أربعة أشهر حرم، لماذا المحرم دونا عن بقية الأشهر الحرم سمي المحرم؟ يقول لأنه كان أكثر شهر كانت العرب تتلاعب به، كما سيأتي يعني كانوا يجعلون سنة فيها اثنين محرم وسنة فيها اثنين صفر، فكان يتلاعبون به، فلذلك سمي شهر الله المحرم، يعني تأكيدا على أن هذا الشهر الذي هو أول شهور السنة الهجرية أنه هو الشهر المحرم الذي حرمه الله. قال: صفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منه حين يخرجون للقتال والأسفار، يقال صفر المكان إذا خلى، ويجمع على أصفار كجمل وأجمال. فشهر صفر سمي صفر لأن البيوت تخلو من الناس، لأنه كان تأتي ثلاثة أشهر حرم كان يحرم عليهم القتال فيها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فكانوا ينتظرون أول ما ينتهي المحرم ويأتي شهر صفر الذي يريد، كانت القبائل يغير بعضهم على بعض والقوي يهاجم الضعيف، وكانوا يتفاخرون يعني بسلب أموال القبائل الأضعف منهم وأخذ مواشيهم وسبي نسائهم، فكانوا إذا دخل شهر صفر خرجوا للغزو والتقاتل فيما بينهم، فتخلو منهم البيوت في شهر صفر. قد صفر المكان إذا خلوا. وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه، والارتباع الإقامة في عمارة الربع، ويجمع على أربعاء كنصيب وأنصباء، زي نقول صديق وأصدقاء، فيقول ربيع وأربعاء
وعلى أربعة كرغيف وأرغفة. قال ربيع وأربعة جمع إيه ربيع؟ كما تقول رغيف وأرغفة. ربيع الآخر كالأول، يعني سمي أيضا لارتباعهم فيه يعني لإقامتهم. جمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه، قال وكانت الشهور في حسابهم لا تدور. وفي هذا نظر، إذ كانت شهورهم منوطة بالأهل ولا بد من دورانها. يعني قيل أن جمادى سمي بذلك لأنه شهر يكون الجو فيه باردا ويجمد فيه الماء. طبعا قال الكلام هذا فيه نظر، لماذا؟ لأن الشهور القمرية معناها أن شهر جمادى مرات يكون في الصيف ومرات يكون في الشتاء، فكيف يعني أن جمادى يجمد فيه الماء؟ يعني قد يأتي جمادى في الصيف وبلاد العرب يعني حارة. قال فلعلهم سموا بذلك أول ما سمي عند جمود الماء في البحر. قال يعني توفيقا يعني من هذه الروايات أنهم سموا جمادى جمادى لأن الماء يجمد فيه البرد. قال يعني لعل هذا أول يعني أول شهر جمادى مر عليهم، وفي يعني أول مرة سموا هذا الشهر جمادى كان وافق أنه كان في وقت برد وجمد الماء فسموه جمادى، ثم إيه استمرت التسمية رغم أن الشهر صار يأتي بعد ذلك في مواسم حر وكذا، ومع ذلك سموه جمادى. ثم أنشأ إيه ذكر أبياتا يعني في فيها وصف جمادى، يعني لأنه كان شهر برد ومن شدة البرد الكلب لا ينبح يعني حتى يلف على خرطومه الذنب، يعني من شدة البرد الكلب يعني إذا أراد أن ينبح يلف فمه بالذنب من شدة البرد. قال ويجمع على جماديات كحبارة وحباريات، وقد يذكر ويؤنث فيقال جمادى الأولى وجمادى الأول وجمادى الآخر أو جمادى الآخرة. قال رجب من الترجيب وهو التعظيم، شهر رجب مأخوذ من الترجيب، والترجيب التعظيم، ويجمع على أرجاب ولجاب ورجب. شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة، ويجمع على شعابين وشعبانات. رمضان من شدة الرمضاء وهو الحرب، يقال رمضت الفصال إذا عطشت، ويجمع على رمضانات ورماضين وأرمضة. وأيضا نفس الشيء، رمضان مرات يأتي في الحرب ومرات يأتي في البرد، يعني يأتي في الصيف ويأتي في الشتاء، فيقال نفس الشيء أيضا أنه لعله يعني في الوقت الذي سمي فيه رمضان موافق وقت حرب أو كذا، أو يعني أنه شبه بهذا بسبب العطش، يعني مع الصيام يعطش الصائم حتى لو كان في البرد، يعني فيشبه وقت الحر الذي تعطش فيه الإبل. الرمضاء، نعم، من الرمضاء اللي هي الأرض الصحراء، يعني إذا كانت حارة، إذا كانت حارة شديدة شديدة الحرارة، يعني الأرض بحيث الفصال كانت إيه ترمض الفصال، ما لا تستطيع من شدة الحر ما إيه تبقى ملامسة للأرض، يعني فترفع أقدامها وترفع بطونها عن الأرض من شدة حرارتها، يعني الفصال اللي ولد الناقص الصغير يعني يتأذى من حرارة الرمال. قال وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطأ لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه، قال قلت ورد فيه حديث ولكنه ضعيف. وقال ابن كثير رحمه الله بيّنته في أول كتاب الصيام من كتب ابن كثير رحمه الله. قال شوال، فإذا هنا يعني قيل إن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، وقال ورد فيه حديث ضعيف لا يصح. قال شوال من شالة الإبل بأذنابها للطراق، وشالة يعني رفع يعني ترفع أذنابها يعني للتناكح يعني التناسل بين الإبل. قال ويجمع على شواول وشواويل وشوالات.
قال القعدة بفتح القاف قلت وكسرها. وبينقل عن السخاوي قال بفتح القاف، ابن كثير يقول وبكسرها أيضا، يعني يقال ذو القعدة وذو القعدة لقعودهم فيه عن القتال والترحال، ويجمع على ذوات القعدة أو ذوات القعدة. يعني إذا أكثر من شهر، الشهر ذو القعدة وشهر ذو القعدة وشهر ذو القعدة، فتجمعها تقول ذوات القعدة. الحجة بكسر الحاء قلت وفتحها أيضا، قال شهر ذي الحجة وشهر ذي الحج. سمي بذلك لإيقاعهم الحج فيه ويجمع على ذوات الحجة. ثم ذكر أسماء الأيام، قال أولها الأحد ويجمع على آحاد وأحاد ووحود، ثم يوم الاثنين ويجمع على أثانين، الثلاثاء يمد ويذكر ويؤنس. يمد الاسم الممدود اللي هو فيه همزة بعد الألف، يعني الثلاثاء، ويذكر ويؤنس، ويجمع على ثلاثاوات وأثالس. ثم الأربعاء بالمد أيضا، يعني في همزة بعد ألف، ويجمع على أربعاوات وأرابيع. والخميس يجمع على أخمسة وأخامس. ثم الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها أيضا، يقال الجمعة أو الجمعة أو الجمعة، ويجمع على جمع وجمعات. السبت مأخوذ من السبت وهو القطع لانتهاء العدد عنده. قال وكانت العرب تسمي الأيام، كل العرب كانوا قبل ذلك في الجاهلية كانت أيام الأسبوع لها أسماء أخرى، كانوا يسمون الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة ثم شيار. فأول اللي هو يوم الأحد، يوم الأحد كانوا يسمونه أول، يوم الاثنين يسمونه أهون، الثلاثاء جبار، والأربعاء دبار، والخميس مؤنس، ويوم الجمعة يوم العروبة، ويوم السبت يوم شيار. قال الشاعر من العرب العرباء العاربة المتقدمين، قال أرجي أن أعيش وأن يومي بأول أو بأهون أو جباري أو التالي دبار، فإن أفته فمؤنس أو عروبة أو شيار. جمع أسماء الأيام. هذا كله كان إيه استطراد، يعني الإمام ابن كثير رحمه الله خرج يعني شوية من الموضوع تفسير الآية الكريمة، ذكر بعض الفوائد اللغوية في أسماء الشهور والأيام. بعدها قال وقوله تعالى منها أربعة حرم، قال فهذا مما كانت العرب أيضا في جاهليتها تحرمه. العرب كانوا في الجاهلية أيضا يحرمون الأشهر الحرم الأربعة، يحرمون فيها القتال يعني، وهو الذي كان عليه جمهورهم، إلا طائفة منهم يقال لهم البسل، كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر تعمقا وتشديدا. يعني كان عندهم غلو يعني في فئة من العرب يقال لهم البسل، فهؤلاء كانوا يحرمون ثمانية أشهر بدل الأربعة، ضعف الأربعة يحرمون ثمانية أشهر يحرمون فيها القتال. نعم؟ أربع حلال. يحرمون يعني الأشهر الأربع الحرم ويحرم زيادة عليها أربعة من الحلال. قال تعمقا وتشديدا، التعمق للغلو في الدين والتشديد في الدين، فحرم ما أحل الله يعني. قال وأما قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث، يعني قال إيه؟ ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب إنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان، لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان، بين شعبان وشوال، وهو رمضان اليوم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه رجب مضر لا رجب ربيع. يعني هو العرب كانوا ينقسمون، يعني تقسيمات الأنساب العرب
منقسمين قسمين رئيسيين الى ايه؟ عدنان وقحطان. عدنان وقحطان. وبعدين عدنان ينقسمون الى ربيعه ومضر. يعني كانوا يسمونه شعبا يعني، يعني مضر وربيعه كان شعب يعني يضم قبائل تحته الشتى. ثم قبائل مضر يعني قبائل في القبائل، في قبائل قحطانيه وقبائل عدنانيه. ثم القبائل العدنانيه قسمان، قبائل من ربيعه وقبائل من مضر. وقبيله قريش هي من قبائل مضر يعني. لكن مرات كان يغلب يعني، يعني مضر تفرعت الى قبائل منها قريش وغيره، فكان مرات يعني مثلا اسم قريش يغلب على مضر يعني. فالقرشي خلاص ما عاد يقال له مضر، صار ينسب الى قريش. لكن بعض القبائل الصغيره اللي هي تنتسب الى مضر فكانوا ينتسبون الى الجد الاعلى هو مضر. يعني زي مرات تجد مثلا اسره كبيره وبعدين يجي فرع منها وينفرد باسمها ويبقى بعضهم منتسبا الى الجد الاعلى. مثل كنانة ابو بكر. نعم كنانة ابو بكر، نعم هذه كلها من مضر. عبد القيس دول كانوا من ربيعة، قبائل عبد القيس دول هم. لذلك لما اسلموا رضي الله عنهم كانوا من يعني اول جمعه جمعت في الاسلام بعد جمعه النبي عليه الصلاه والسلام، جمعه بني عبد القيس في جؤاثه بالبحرين. فوفدوا على النبي عليه الصلاه والسلام، كان من اول الوفود التي وفدت عليه الاسلام بعد هجرته عليه الصلاه والسلام الى المدينه. فقالوا يعني انه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وانا لا نصل اليك الا في شهر حرام. يعني هم من ربيعة ومساكنهم في البحرين، وعندما يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة لابد أن يمروا على مضر، وبينهم وبين مضر قتال ولا يتمكنون من الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال إنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. حديثهم رضي الله عنه. فإذا هي قبائل ربيعة كان عندهم شهر رجب هو رمضان، كانوا يسمون رمضان رجب. والقبائل المضرية عندهم رجب اللي هو الشهر الذي بين جمادى وشعبان. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن الشهر المحرم الذي هو أحد الأشهر الحرم الأربعة أنه شهر رجب، فقال الذي بين جمادى وشعبان. فبين عليه الصلاة والسلام أنه رجب مضر لا رجب ربيع. وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة، ثلاثة سرد وواحد فرد، لأجل أداء مناسك الحج والعمر. لماذا ثلاثة سرد يعني متتابعة؟ اللي هي إيه؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة متتابعة. واحد فرد اللي هو إيه؟ رجب. يعني رجب شهر حرام وقبله حلال وبعده حلال. فقال فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى ناء أقصى بلادهم آمنين. الأشهر الحرم الثلاثة المتتابعة، حيث شهر الحج اللي هو ذو الحجة وشهر قبله وشهر بعده، يتمكنوا من الحضور إلى مكة لأداء مناسك الحج ثم الرجوع إلى بلادهم. فشهر يكفي من كان في أقصى الجزيرة العربية إلى الرجوع إلى مكة. وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمن. وحرم شهر رجب لتمكين من أراد العمرة من الحضور للاعتمار في رجب والإنصار. فلأجل هذا يعني
كثير من أهل العلم يستحبون العمرة في رجب. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان من أشد الناس يعني حرصا على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به في يعني في السنن، حتى في سنن العادات يعني، فكان يتحرى المواضع التي نزل عندها النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره فيتعمد النزول فيها، والمواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيتعمد الصلاة فيها. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة في رجب، وكان هو نفسه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحافظ على، كان يكثر يعني من الاعتمار في رجب، ويروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. لكن المحدثون يقولون هذا غير محفوظ يعني، بقية الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، اعتمر أربع عمر عليه الصلاة والسلام كلها في ذي القعدة. ولو كان اعتمر في رجب يعني كان هذا الأمر اشتهر عن طريق غير ابن عمر رضي الله عنه، لكن كان ابن عمر يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وكان هو نفسه رضي الله عنه يكثر من الاعتمار في رجب. فاعتمد على هذا كثير من أهل العلم في استحباب العمرة في رجب، منهم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعني كان يرى استحباب العمرة في رجب اقتداء بابن عمر رضي الله عنه، كان يعتمد في رجب بغض النظر يعني عن كل النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب أو لم يعتمر، بس قد يعني حرص ابن عمر على الاعتمار في رجب يعني فيه إشارة إلى يعني استحباب الاعتمار في رجب وأنه له مزية يعني في العمرة. شيخ، شفت السوريين واللبنانيين عندهم شهور عربية آب وتموز ومش عارف لا، هذه أسماء الشهور الميلادية يعني وليس مسألة آب وتموز وكذا، هذه تسميات أخرى للشهور اللي هي يعني آب اللي هو أغسطس ومش كده، وتموز اللي هو جولاي، حزيران اللي هو يونيو، حزيران وموز، حزيران وتموز اللي هما يوليو ويونيو ويوليو، كانوا الأول وكمان سريانية نعم، هذه تسميات الشهور الميلادية اللي هي محسوبة بالسنة الشمسية يعني غير لا علاقة لها يعني الشهور القمرية. والشهور القمرية هي التي يعني يعمل بها في عبادات المسلمين، يعني عندنا شهر رمضان هو شهر قمري، وموعد في موعد الصيام يحتاج من المسلم إلى أن يعرف إيه الشهور القمرية الهجرية، ويعرف متى موعد رمضان الذي هو شهر الصوم، وموعد ذي الحجة الذي هو شهر الحج، وكذلك في حول الزكاة، حول الزكاة يحسب بالإيه بالشهور القمرية، والسنة القمرية تقل عن السنة الهجرية عن السنة الميلادية، السنة القمرية اللي هي الهجرية تقل عن السنة الشمسية الميلادية 11 يوم. فإذا يعني من أخرج زكاته مثلا في يوم 15 نوفمبر يبقى زكاة يحول الحول عليه ويخرج الزكاة المرة التي بعدها ليس في 15 نوفمبر ولكن إيه يشيل 11 يعني يوم 4 نوفمبر مثلا، لأن طبعا لو هو شاف 15 نوفمبر كم يساوي من الشهور الهجرية فسيجد أن مثل هذا اليوم يحل نظيره في العام اللي بعده يوم 4 نوفمبر اللي هو يعني هيكون نقص 11 يوما عن اليوم. وكذلك حساب مثلا عدة المرأة المطلقة التي تعتد بالأشهر مثلا ثلاثة أشهر بالشهور القمرية وليس الشمسية إلى آخره. وكذلك يعني التاريخ الهجري يرتبط به تاريخ المسلمين ومناسباتهم وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأحداث السيرة النبوية وأحداث التاريخ الإسلامي كلها لها ارتباط بهذا التاريخ الهجري، فلذلك يعني على المسلم أن يحافظ عليه وأن يكون يعني
عارفا دائما بانه في اي يوم من ايام السنه الهجريه واي وقت في حتى العبادات المستحبه صوم عرفه صوم عاشوراء صوم كذا. ويتم الدين الا نعم يعني لابد نعم يعني الاشهر الهجريه لا يستغني عنها المسلم لابد ان يكون عارفا بها ومحافظا. قوله تعالى ذلك الدين القيم أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله الأول فيما كتبه الله تعالى يوم خلق السماوات قبل خلق السماوات. قال وقال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في هذه الأشهر المحرمة لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف بقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يزقه من عذاب أليم. توعد الله تعالى بالعذاب الأليم لمن أراد الإلحاد في البلد الحرام يعني حتى لو لم يقع منه الظلم والعدوان في البلد الحرام لكنه أراد ذلك حتى لو لم يقع منه الفعل فتوعده الله بالعذاب الأليم على إرادة الإلحاد اللي هو الميل عن الحق بالظلم والعدوان. قال وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام فإذا الأشهر الحرم يضاعف فيها إثم المعصية ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله يقول من قتل في الأشهر الحرم الدية تكون مغلظة في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم فهذه مواضع تغلظ فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال في الشهور كلها إذا عندنا تفسيرها تفسير يقول فلا تظلموا فيهن يعني في الأشهر الحرم منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن يعني في الأربعة الحرم أنفسها. والتفسير الثاني فلا تظلموا فيهن يعني في الأشهر كلها عدة الشهور عند الله 12 شهرا فيقول الضمير فيهن يعود على 12 شهرا يعني في الشهور كلها في كلهن. قال ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم كذلك كما يضاعف عقوبة المعصية يضاعف ثواب الطاعة وهذا من كمال عدل الله تعالى ورحمته وكرمه إن المواضع التي يكون فيها مضاعفة للإثم يكون فيها مضاعفة للثواب أيضا كما هو حال أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. قال الله تعالى لهم يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفا وكان ذلك على الله يسير. وبعدين قال ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فجعل الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية أنه يعني ذنبهن مضاعف العقوبة يعني وحاشهن رضي الله عنهن وأرضاهن أصلح النساء وأكمل النساء وأفضل النساء رضي الله عنهن وأرضاهن ولكن يعني توعدنا يعني إن عصينا الله تعالى أن الذنب مضاعف لكن في المقابل أيضا إن أطعنا الله تعالى فثوابهن مضاعف وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين فيضاعف لها الأجر. كذلك هذه الأشهر الحرم يقول يضاعف فيها ثواب الطاعة ويضاعف فيها اسم أو عقوبة المعصية. وقال قتادة في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. قال إن الله اصطفى صفايا من خلقه اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا واصطفى من الكلام ذكره واصطفى من الأرض المساجد واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم
واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. ثم أورد عن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومحمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويقال له محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه تمييزا له عن أولاد علي من فاطمة رضي الله عنه. فهو ابن علي رضي الله عنه من زوجته الحنفية، كان له زوجة من بني حنيفة منها علي منها محمد يعني رحمه الله، وكان من الفقهاء الأئمة يعني أئمة التابعين الفقهاء، وأخو الحسن والحسين لأبيهما يعني من جهة الأب. عن محمد بن هو هنا يقول عن الحسن بن محمد الحنفي، يروي عن ابنه وليس عنه، بألا تحرموهن كحرمتهن. قال تحت في الحاشية: قل ظلم أنفسكم ألا تحرموهن كحرمتهن، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني بترك تحريمهن هذا المعنى. وقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل أهل الشرك، فإنما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا كما سيأتي توضيحه يعني. فهنا تفسير فلا تظلموا فيهن أنفسكم في بعض التفاسير، يعني لا تجعلوا الأشهر الحرم حلالا ولا الأشهر الحلال حراما. وهذا القول اختيار ابن جرير. وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، أي جميعكم كما يقاتلونكم كافة، أو جميعكم يعني أنتم جميعكم قاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة، أي جميعهم يعني أيها المسلمون قاتلوا، يعني يخاطب الله تعالى جميع المسلمين أن يقاتلوا المشركين كما أن المشركون كما أن المشركين يقاتلون المسلمين كافة. قال: واعلموا أن الله مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين، كما يقاتلونكم كافة يعني جميع المشركين يقاتلون المسلمين، فقاتلوا أيها المسلمون جميعا المشركين. طبعا هذا من العام الذي له ما يخصصه، يعني مسألة الزمن والمعاهد والمستأمن وكذا، يعني خصص منه ما خصص، وما لم يستثنى فهو باق عليه هذا المعنى. قال: وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام، هل هو منسوخ أو محكم على قولين. يعني الآن عندنا مسألة تحريم القتال في الأشهر الحرم، هل هو محكم أو منسوخ؟ في عندنا مسائل متفق عليها، أن القتال الدفاعي مأذون فيه في الأشهر الحرم، يجوز القتال دفاعا، يعني إخواننا في سوريا وفي غزة الآن اعتدي عليهم، وإحنا الآن في شهر المحرم شهر الحرم، هم الآن يقاتلون دفاعا عن أنفسهم وقد ظلموا واعتدي عليه، فالقتال الدفاعي في الأشهر الحرم هذا حلال باتفاق العلماء يعني. وكذلك القتال اللي هو الابتدائي أو الهجومي، إذا ابتدأ فيه قبل دخول الأشهر الحرم ثم دخلت الأشهر الحرم، يحل مواصلة القتال أيضا عند جميع العلماء، يجوز أن يواصل القتال إذا ابتدأه قبل دخول الأشهر الحرم، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الطائف، ابتدأ القتال في شوال، ابتدأ القتال في شوال ثم دخل ذو القعدة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان محاصرا أهل الطائف، بدأ حصاره في شوال ودخل ذو القعدة وهو محاصر أهل الطائف، واستمر في حصارهم ووقع القتال في ذو القعدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأه في شوال، فإذا ابتدأ القتال قبل دخول الأشهر الحرم له أن يواصله. فهذه محل اتفاق. محل الاختلاف اللي هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم، لأن المشركين لم يهاجموا المسلمين، ولكن هل يجوز أن
ابتدأ المسلمون مهاجمة المشركين في الشهر الحرام ليس دفاعا ولا مواصلة لقتال بدأ قبله. فهنا الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء يقولون نعم يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، يقولون إن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، يعني كان في أول الأمر ثم نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم. في الأشهر الحرم كان يحرم القتال فيها ثم نسخ هذا الحكم وصار يجوز القتال ابتداء ودفاعا ومواصلة كل الجائز عند الأئمة الأربعة. الرأي الثاني وهو قول بعض فقهاء التابعين ويختاروا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وبعض الفقهاء، يقولون أنه لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم وأن تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم محكم غير منسوخ. فلذلك هنا الإمام كثير رحمه الله يلخص يعني هذه المسألة، يقول اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم، نقول ابتداء احترازا من قتال اللي هو الدفاع والمواصلة، هل هو منسوخ أو محكم؟ محكم يعني غير منسوخ، على قولين أحدهما وهو الأشهر أنه منسوخ، ده كما ذكرنا مذهب الأئمة الأربعة رحمه الله، أنه منسوخ لأنه تعالى قال هنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وأمر بقتال المشركين، قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة، وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاما، فلو كان محرما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر الحرام وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن، وهوازن للقبيلة التي كانت تسكن الطائف في شوال، فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع فلهم فلجأوا إلى الطائف، عمد إلى الطائف فحاصرها 40 يوما وانصرف ولم يفتتحها، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. والقول الآخر أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام، وأنه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام الآية، وهذه في سورة المائدة، وسورة المائدة كانت من آخر ما نزل القتال. وقال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، معناه أن الأمر قتال المشركين إنما هو إيه بعد انسلاخ الأشهر الحرم. وكذلك قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، بعدين وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، القتال في الشهر الحرام كبير ولكن الصد عن سبيل الله والكفر به والصد عن المسجد الحرام أكبر من القتال في الشهر الحرام، لأن المشركين كانوا عيروا المسلمين أنهم قتلوا عمرو بن الحضرمي، قتله المسلمون في الشهر الحرام، فالمشركون عيروا المسلمين وقالوا قتلتهم في الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يعني صحيح القتال الذي وقع من المسلمين في الشهر الحرام كبير، لكن كان عذر الصحابة رضي الله عنهم أنهم أخطأوا، يعني ظنوا كانت آخر ليلة في الشهر الحلال دخل بعدها الشهر الحرام، كان أظن كان في جمادة ورجب، يعني هم ظنوا الليلة من جمادة وهي كانت من رجب أو كده، ولم يعلموا فقتلوا في الشهر الحرام ولا يعلمون أن الشهر الحرام. فالله تعالى قال قل قتال فيه كبير، صحيح القتال في الشهر الحرام كبير ولكن أفعالكم أيها المشركون أكبر عند الله، الصد عن سبيل الله والكفر بالله والصد عن المسلمين هذا أكبر، يعني أنتم تلومون المسلمين على شيء وأنتم تأتون ما هو يعني أقبح وأعظم، لذلك الوقف يكون إيه قل قتال فيه كبير، لأن القتال لو وقع من المسلمين وبعدين نبتدئ التلاوة وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني هذه الأفعال تكون. قال وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في كل سنة لا أشهر التسيير على أحد القولين، يعني هناك اختلاف في تفسير قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، بعض المفسرين يقول هي أشهر التسيير اللي هي قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر، لما النبي عليه الصلاة والسلام بعث
العهود التي كانت بينه وبين قبائل العرب، فبعث إليهم في يوم 10 ذي الحجة، أنه ابتداء من 10 ذي الحجة 4 أشهر من هذا التاريخ فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني أن المسلمين يعني يعاهدون المشركين أنهم لن يقاتلوهم 4 أشهر، ثم بعد انقضاء الأشهر 4 العهود التي بين المسلمين وبين المشركين اللي هي كانت العهود المؤقتة بمدة أقل من الأشهر 4 فمددت إلى اكتمال الأشهر 4، والعهود المطلقة التي ليس لها توقيت وقتت ب4 أشهر، لكن العهود المؤقتة اللي لها توقيت أكثر من 4 أشهر فحافظ المسلمون عليها طالما حافظ المشركون على عهدهم إلى مدتهم، فما كانش لهم مدة أو لهم مدة أقل من 4 أشهر مددت إلى 4 أشهر، فكان أشهر 4 هذه تسمى أشهر التسيير اللي هي يعني يسيحون فيها في الأرض آمنين، كانت من شهر 10 ذي الحجة، من 10 ذي الحجة عد إيه عندك 10 محرم 10 صفر 10 ربيع الأول 10 ربيع الثاني لغاية 10 من ربيع الثاني، يعني من كان يعني هذه كانت إيه 4 أشهر في سنة معينة التي كان فيها الأذان من الله ورسوله إلى المشركين. فقيل إن قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، يعني إذا انسلخت الأشهر 4 اللي هي أشهر التسيير، وقيل الأشهر الحرم اللي هي الأشهر الحرم اللي هي ذو القعدة ذو الحجة ومحرم ورجب. وأما قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فيحتمل أنه منقطع عما قبله وأنه حكم مستأنف ويكون من باب التهييج والتحديد، كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم لهم أيضا إذا حاربتموهم إلى آخر كلام. الجواب عن حصار النبي عليه الصلاة والسلام أهل الطائف قال إن هذا كان من تتمة قتال هوازن وأحلافها من سقيف، هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحرب والنزاع، فلما قصدهم النبي عليه الصلاة والسلام تحصنوا بالطائف وذهب إليهم ليوزلهم من حصولهم، فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة، واستمر الحصار بالمجانيق، المجانيق زي ألا تشبه المدفع كذا يرمى بها الحجارة قد يرمى بها النار أيضا، يعني كتلة نار أو شيء مشتعل يرمى وغيرها قريبا من 40 يوما، وكان ابتداؤه في شهر الحلال في شوال، ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياما ثم قفل عنه، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فإذا ابن كثير رحمه الله كأنه على رأي شيخه يميد على رأي شيخه ابن تيمية رحمه الله، ابن كثير كان متلمذ ابن تيمية رحمه الله، فيرى أن تحريم الأشهر الحرم محكم غير منسوخ، وأنه لا يجوز ابتداء القتال في الشهر الحرام، ولكن يجوز مواصلة القتال إذا بدأ قبل الشهر الحرام، ويجوز القتال دفاعا. لكن كما ذكرنا الأئمة 4 قالوا يجوز القتال ابتداء ودفاعا ومواصلة، كله قبل حكم هذا النسخ. قالوا الناس الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم فتحوا بلاد فارس والروم وكذا، ولم ينقل أنهم توقفوا عن القتال قط يعني في الشهر الحرام، يعني المغازي كانت تقع في كل الشهور ابتداء ودفاعا. الله تعالى توقفونا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يدفعنا إلى الله.